ندور حول العنوان هذا. شنو يجي في مخاخكم كده اسمو الصبر وكنز اللايفنا؟ عسلامة، مرحبا بكم نادي معلمون مغيرون، يرحبوا بضيوفه الكرام ويتمنى عودة سعيدة للإطار التربوي للتلامذة والعبيد الكل. المعلمون مغيرون هي نادي مؤسس من طرف طلب التربية والتعليم. نادي هذا عنده برشا أهداف، من أهمها تغيير واقع المدرسة العمومية. اليوم افتتاح النادي كان في مدرسة الابتدائية سيدي بومفتاح الكيف، ونشكرهم برشا على قبول أنه نعمل أول نشاط عندهم، وأهمنا القيام بالأنشطة الثقافية في المدارس الابتدائية وخاصة الريفية. لذلك كان لنا أول نشاط في المدرسة الريفية سيدي بومفتاح الكيف. اليوم بدينا افتتاح النادي، اليوم دخلنا فرحة لقلوب برشا صغيرات. اليوم هذا أول نشاط، ومازال عنا برشا أنشطة أخرين وعنا برشا أحلام أخرين. صحيح نحن مازلنا طلبة، لكن عنا برشا أحلام، واخترنا المهنة هذه خاطر هي الفني. المعلم هو ليس موظف بل فنان ناحية اللي كان الإنسان. المعلم هو إنسان وعنده أمانة بنجيه، أمانة هذه لازم يقوم بها على أكمل وجه. لذلك نحن باش نبدو من توا، نحن طلبة، أما صحيح نهار آخر نحن معلمون، غد نحن معلمون شبان، نحن معلمون مخيرون، سنقوم بالتغيير.